عيني، بس برضو عندي امل في ان عيني دي في يوم من الايام تشوف. لسه الامل متقطعش عندي، وانا راضيه حتى لو كل حاجه اتاخرت. فان شاء الله ربنا يجعلني من الصابرين ويجعلني من اهل الجنه، ودي اهم حاجه عندي. النهارده الدكتور سمير البحه عندنا في اسكندريه، والدكتور اداني ابر وحاجات مقويه للعصب ده، ويحاول معايا، وهو اداني تفاؤل كبير جدا، وانا بشكره جدا جدا.